كان دائما هذا الدباج بتاعي باب الفكاهه لكن الان فكرت في فتره من الفترات كان عندي هذه الفكره هذه كانت كبرت في دماغي في واحد الفتره معينه ولكن الان دائما نقول بان طبيعي انه اي حد اي فنان او اي شيء بالذات عندها عمر افتراضي ودائما نقول بانه الفنان لازم اخي يكون عنده ذاك السنسور ذاك الاحساس بنفسه انت شنو المرحله اللي خاصو يتوقف فيها من يكون عطاؤه اقل صوته اقل امكانياته الجسمانيه اقل طموحه واحلامه كتقل نفس هذه كلها عوامل تخليني لحد الان طموحي كبير مثلا عندي احلام كثيره ومازال عندي اشياء باغي نقدمها للناس وباغي ان عندي في الداخل ديالي اشياء كثيره مازال كنحس بان ممكن تكون مختلفه من الناس ومازال مقدمتهاش للناس كنعتقد في الوقت اللي غادي المسائل هذه كلها ما نبقاش احلامي غادي تكون وقفات هذه هي اللي غادي نحتاج لامتى هو نوز مازال